أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: التفكر في القرآن وتدبر آياته، هل يلزم لذلك معرفة التفسير والمعاني، أم أن الإنسان يجري فكره لتأمل الآيات وربطها بالواقع واستنباط الفوائد منها دون الرجوع للتفسير؟ لن يفهم تفسير الآيات إلا إذا رجع إلى تفسيرها من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم، ما يرجع إلى نفسه في ذلك، ولا يفسر القرآن برأيه وبما يظهر له. تفسير القرآن يحتاج إلى مرجع، إلى مرجع موثوق، وقد دون التفسير الصحيح ولله الحمد، فيرجع إليه، يرجع المسلم إليه ولا يعتمد على فهمه وعلى نفسه في ذلك، لئلا يقول على الله بغير علم ويفسر كلام الله بغير علم، يستحق الوعيد الشديد في ذلك. نعم.